بعتكلم على الشارة أو على التشويه المسبق، هذه المقتضيات راها موجودة في الدليل وراها مفعلة، والكل راه يمكن له شاهد على أن أعوان المراقبة يحملون الشارة. بالنسبة للتشويه المسبق تم التعميم ديالو بالنسبة للرادارات الثابتة ويفعل بالنسبة لأعوان المراقبة. وهذه الأمور فقط للفريق المحترم الذي تقدم بهذه الملاحظة، أشير إلى أن هذه الأمور جبناها إحنا في هذه القوانين، هذه حقوق جديدة بالنسبة للمواطنين. وحتى في حالة ما إذا لم تحترم عملية ديال المراقبة بدون تشوير يمكن أن تحصل، ولكن ستكون لاغية عملية المراقبة في ذلك الحال، ستكون لاغية عملية المراقبة في ذلك الحال، ونعطي حقوق للمواطنين ليدافعون أو ليدافعوا على حقوقهم. كذلك فعلنا الرادارات الأوتوماتيكية، 150 رادار أوتوماتيكية اللي كتمنع تدخل البشري وكتمشي في اتجاه ديال حماية المواطنين وإضفاء شفافية على المراقبة. 150 رادار التي أصبحت تفعل ويعني ترصد كل حالات عدم احترام السرعة. أشير إلى أنه إن شاء الله توجهنا هو أن نعمم هذه الرادارات الأوتوماتيكية، هناك 150 اللي موجودة يعني في 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 الدار البيضاء في الرباط، لكن كذلك في طنجة في العيون إلى غير ذلك من أكادير، ولكن العدد غير كافي. توجه ديالنا هو أنه في السنتين القادمتين أن نعمم بتقريبا 1000 رادار يعني لاستعمال الرصد الأوتوماتيكي للإفراط في السرعة. إذن أشير فقط على أن هذا الهاجس ديال إصلاح ديال المراقبة هذه مسيرة، هذه مسيرة، لا نقول بأن بني عشية وضحاها كل شيء سيصبح أو سيصبح يعني في على أحسن ما يرام، ولكن هذه مسيرة معقولة، وهذه مسيرة الحكومة برهنت على جديتها وعلى أجوبتها المقنعة في هذا الاتجاه، وستبقى يقظة إلى حسن تطبيق هذه المقتضيات التي كنا دائما نتخبط فيها، ولكن نأتي الآن بأجوبة مقنعة. لا نقول بأن هذه الأجوبة راها كاملة وأننا نهينا، بل سنبقى يقظين على حسن تطبيق كل هذه المقتضيات وسنزيد إجراءات أخرى، لكن نبرهن عبر هذه الإجراءات يعني جدية الحكومة وعزيمة الحكومة ووفائها بكل التزامات وكل النقاشات التي أتت من الحوارات المتعددة على مستوى مجلس النواب، على مستوى مجلس المستشارين، وعلى مستوى الفرقاء الاجتماعيين. كذلك حينا الأنظمة المعلوماتية. تصوروا السيدات والسادة النواب على أنه 2 مليون ديال المحاضر ديال المخالفات حتى الآن يعالجون بطريقة يدوية في القرن يعني 21 في 2010، 2 مليون ديال المحاضر ديال المخالفات يعالجون بطريقة يدوية، فبالتالي لم يكن من الممكن التعامل يعني في هذا الوقت مع هذه الظاهرة. إذن انطلقنا في عملية ديال إدخال أنظمة المعلوماتية يعني في جميع هذه الإدارات وتحيين الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالنقاط الخاصة بتدبير المخالفات، وبالسماح لأن هذه الأنظمة المعلوماتية ليش مهمة بالنسبة للمواطن؟ مهمة لأن بالنسبة له إلى مثلا وقفوا شرطي في طنجة وعمل له مخالفة، يمكن هو مثلا ساكن في أكادير، من يوصل لأكادير يمشي القبضة ديال الدولة ويؤدي الغرامة. إذن تيخص يكون النقل الأوتوماتيكي ديال المعلومات ما بين طنجة وأكادير. إذن هذه الأنظمة المعلوماتية معمولة للمواطن باش نبسطوا المساطير وباش نسمحوا أنه يستفيد من الحقوق اللي وعدناه به عبر المدونة الجديدة. الشق ديال التكوين تكلمت عليه بسرعة نرجع له، 620 يعني مكون اللي تم التكوين ديالو عند الدرك وعند الأمن، ثم جراو لحصص ديال التكوين توجه للأعوان ديال المراقبة. وفي بداية القانون دخول القانون التنفيذ 3 أكتوبر جميع المعنيين كانوا مكونين. هذه مسألة اعتبروها يعني سابقة إيجابية في القانون قبل ما يدخل القانون للتنفيذ، نظام أو الجهاز أو الأشخاص المعنيين بتطبيق القانون يعني تمكنوا باش يستفدوا من حصص ديال التكوين على القانون على المساطير وعلى يعني المراسم وعلى الدلائل ديال 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 المراقبة اللي ترجمت بطريقة عملية المضمون ديال المراسم. مسألة ديال التحسيس اللي كانت كذلك من إجراءات المواكبة والتفسير، جرينا يعني حملة تحسيسية وتفسيرية وتوضيحية عبر وسائل الإعلام، كل شاهدها في القناة الأولى في القناة الثانية بالدارجة بالأمازيغية عبر الإذاعات، يعني المعدل كانت 9 الممرات اليومية في وسائل الشخصات في المدن
هناك مطويات اللي تيتم توزيع ديالها عبر الصحف إلى آخره، إضافة إلى الدليل الذي قلت على أنه سيتم توزيعه بالنسبة للمواطن في الأيام القليلة المقبلة. قطاع الطرق، بنية التحتية كما التزمنا به، التزمنا به يعني تعزيز المجهود وبمواكبة وبالاستمرار في النهضة التي يعرفها المغرب الحمد لله في مجال قطاع الطرق وطرق السيارة. وهنا لم ننتظر، هذه الغلطة، لم ننتظر يعني الغلطة اللي يقولها الناس، بعض الناس لم ننتظر يعني 14 يناير صدور القانون باش نبداو نحسنوا الطرق. حنا عارفين بأنه باش نحسنوا الطرق خصنا سنوات. شبكة الطرق لا يكفي 9 أشهر أو 12 شهر أو 14 شهر لإصلاح الطرق، إصلاح الطرق خصو سنوات. هاد السنوات سبقنا هذا الأمر، هذا لم ننتظر صدور القانون لبداية إصلاح الطرق، والكل يعلم ذلك. من 2004 انطلقنا يعني في طرق السيارة عوض 40 كيلومتر في السنة في الألفية السابقة أو في العشر سنوات السابقة، يعني عوض 40 كيلومتر ننجز الآن 160 كيلومتر في السنة. طرق المزدوجة عوض 10-20 كيلومتر في السنة كننجزو الآن 90 كيلومتر في السنة. طرق مزدوجة مهمة جدا، كننجزو العديد الآن ما بين الصويرة مثلا وما بين شيشة والصويرة، فتحنا هاد السنة هاد الصيف هذا ما بين طنجة وتطوان، كننجزو ما بين فاس وصفرو، ما بين مكناس والحاجب، ما بين تيزنيت وأكادير، ما بين وجدة والناظور. طرق مزدوجة عندها واحد مسألة مهمة وتنجزوها. إصلاح أو صيانة الطرقية معدل السنوات السابقة كان 1300 كيلومتر سنويا ديال الإصلاح ديال الصيانة الطرقية ديال الشبكة العادية ما بين المدن من غير أوتوروت أو طرق مزدوجة، رفعناها إلى 2000 كيلومتر سنويا، فضلا على المجهود اللي تنقوموا به في النقط السوداء اللي كنا كنعالجوا 2 3 4 حتى 10 في العام، كنعالجوا 30 نقطة سوداء والكل شاهد الملتقيات الدائرية إلى غير ذلك من الممرات الخاصة بالجرارات أو بالعربات المجرورة في العالم القروي، أو الممرات الخاصة بالدراجات النارية الصغيرة ما بين المدن وضواحيها اللي نجزنا منها مئات الكيلومترات. إذن المجهود على الطرق موجود في ما يخص مواكبة المدونة، إضافة إلى تشوير الطرقي خصصنا ميزانية ديال 220 مليون ديال درهم للنهوض بالتشوير الطرقي. البعض تم الإنجاز دياله والبعض غادي يتم الإنجاز دياله في 18 شهر المقبلة. 220 مليون ديال درهم اللي غادي تستهدف 16 ألف كيلومتر ديال الشبكة الطرقية اللي فيها أكثر كثافة ديال حوادث السير وديال الطرق وديال السير على الطرق. ملاحظة فقط بالنسبة للميزانية، إلى استثنينا المجهود الخاص بالبنية التحتية اللي كنستثنيوه لأنه غلاف مالي كل سنة فيه أكثر من 4000 مليون ديال الدرهم، يعني 4 مليار ونص ديال الدرهم سنويا ديال الطرق، فقط ديال الطرق. إلى استثنينا هذا المجهود، هذا إلى استثنينا المجهود الهائل اللي احنا بصدده بحيث غادي ننطلقوا انطلاقا هذا السنة في تكوين 300 ألف سائق مهني. 300 ألف سائق مهني، إذن كنشوفوا الجانب الإصلاحي والتنظيمي ديال مدونة السير. 300 ألف سائق مهني اللي غنطلقوا بالتدريج على عاتق ديال الدولة، الدولة اللي غادي تحمل المصاريف ديال هذا التكوين وديال هذا الإصلاح. إذن إلى استثنينا هذه المجهودات، المجهود فقط ديال هاد الشهور اللي فيه التشوير واللي فيه التحسيس واللي فيه الرادارات والآليات ديال المراقبة وبعض الإجراءات يعني المواكبة، 380 مليون ديال الدرهم ديال التحضير ديال الدخول التنفيذ ديال مدونات السير اللي تم رصدها لإنجاحها. نرجع الآن إلى سمحتوا في النقطة الثالثة اللي بغيت نطرق لها واللي جات في الأسئلة واللي كتشوف العلاقة ما بين الأثمنة ديال المواد الغذائية وإشكال ديال الحمولة ودخول القانون للتنفيذ، وغنختم بهذا المحور الثالث اللي غنصرخ فيه 3 أو 4 ديال الدقائق. إذن الكل شاهد على أن الكل شاهد على أن بمجرد دخول قانون التنفيذ ديال المدونة للتنفيذ في فتح من أكتوبر ارتفعت بعض الأثمنة على الأسواق. بمجرد هذه الأمور بدينا ندرسوا والتفسير الذي كان يعطى ولا زال يعطى في بعض الأحيان هو تقليص من الحمولة.